معنا على التليفون للتعليق طبعا يعني ضيفة عزيزة علينا، والملف ده يعني الحقيقة هي مهتمة بيه من سنين طويلة وشغالة عليه وعارفة المشاكل والتحديات اللي بتواجه الأسرة المصرية وقانون الأحوال الشخصية بكل مفرداته. دكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا دكتورة نهاد. مساء الخيرات يا لبنى، اهلا اخبارك اهلا، ايه الحمد وحشاني. لله، وانتي حضرتك كمان جدا جدا. دكتوره نهاد، اللي بتسمعيه دلوقتي واللي متابعاه من ملامح مشروع قانون الاحوال الشخصيه واللي اكد عليه السيد الرئيس النهارده، ايه انطباع حضرتك المبدئي؟ انطباعي انه اخيرا وبعد طول مناقشات ممتده انه بقى في استجابه للعلم والمنطق وبناء قانون مبني على حقائق، مش مبني على ضرب ارقام وخناقات والهيصه اللي بنشوفها طول الوقت. كمان النقطه الثانيه هو فكره مسؤوليه الدوله، يعني لوقت طويل ويمكن اتكلمنا ده في اكثر من برنامج ومعاكي، انه مشكلتنا في الاحوال الشخصيه ان الدوله كانت شايله ايديها وسايبه الناس يتخانقوا مع بعض ويتصدوا لبعض بطريقه بيختلط فيها المشاعر والعواطف بالمصالح، وفي النهايه الولاد هم اللي بيدفعوا الثمن. صحيح. فالدوله المصريه بتبين سلطه القانون دلوقتي انه هيبقى في مشكله، خلونا ندخل عندنا مين الاولى بالرعايه في المشكله دي، هم الاطفال اللي هم بيستخدموا في كل خناقه كوسيله للعقاب وفي كل مناقشه للقانون. تبص تلاقي عايزه تعملي تطور قانوني حقيقي والتزامات تعاقديه محترمه ما بين جميع الاطراف، واذا هوب حد يحط لك الموضوع بتاع الاطفال وكانه هو الموضوع الاساسي والرئيسي علشان يعرقل اي مناقشه في قانون محترم. لا، الاطفال الدوله هتبقى مسؤوله عنه، الطلاق هيوثق زيه زي الجواز، نعمل قواعد بقى مبنيه على العداله والشراكه ما بين الطرفين، ونعمل نظام حماية للأطفال ويبقوا اللي مش قادرين يحلوا مشاكلهم ما بينهم وما بين بعضهم واضطروا لطرف ثالث أو لجوء للدولة تحل لهم المشاكل. لا، الدولة هتحل المشاكل. كمان فكرة صندوق الأسرة دي فكرة غاية في الأهمية، وأنا مش قادرة يعني أفهم هو ليه بنك ناصر يوصل لأن يبقى عنده المديونيات دي كلها في حين أنه الرسوم بتاعة الوثائق الزواج والطلاق المفروض انها جزء منه بيخصص في هذا الاتجاه. فبرضو اعادة النظر، لانه كل الرسوم غليت على وثائق الجواز ووثائق الطلاق والوثائق المتعلقة بالاسرة، ممكن كمان يخصص جزء منها لصندوق دعم الاسرة، فيبقى جزء من تبرعات الناس او اسهامات الناس كنوع من التأمين في بداية الجواز، وجزء من اسهامات الدولة وجزء من الرسوم اللي موجودة على كل ورقة ليها علاقة بالأحوال المدنية والأسرة. وبالطريقة دي نقدر ننقذ الناس اللي هي عندها مشكلة حقيقية وبيتفرم الولاد في النص يعني. طيب، فكرة يمكن أشرنا ليها وحتى اتكلمتي فيها كتير، إن كل قضية منفصلة لوحدها وطول أمد التقاضي والمحاكم وتنوع القوانين وما إلى آخره، إن يبقى كل الكلام ده في منظومة واحدة في قضية واحدة مع صلاحيات كمان أكتر للقاضي. ده كلام في منتهى الأهمية، يعني لما اتفتح التواصل مع اللجنة وحددوا انه مفيش حد هيتواصل مباشرة لكن عن طريق الإيميل، هو ده الحقيقة مقترح المشروع اللي أنا كنت مركزة عليه. صحيح. إني أبعته لهم على الإيميل، هو إجراء الدرجة الأولى، لأنه طول مدة التقاضي أنا فكرتي كانت كل القضايا تتجمع بزي قائمة كده تشيك ليست في حالة الخلاف، القائمة دي تشمل اللي طلبوه واللي ما طلبوهوش، بمعنى إننا نساعد الناس على ترتيب حياتهم. بنتكلم إيه؟ نفقة، شقة، حضانة، كل شيء، مصروفات دراسية، حضانة، رؤية، كل شيء، كل شيء يتم رصده مرة واحدة ومناقشته مرة واحدة. وعندنا في مكاتبنا كمحامين تجارب مهمة جدا لعقود اتفاق ودية وسجلناها في محكمة الأسرة وخدنا بيها أحكام، يعني أقدر أقول إن كان في مرحلة تجريبية تمت فيها الموضوع ده بنجاح، فنقدر نعتمده على مستوى الدولة كلها. إننا كل لما بنيجي نعمل الاتفاق ما بعد الطلاق ده بنعمل حاجة اسمها حقوق الزوجين وحقوق الأطفال، ودول منفصلين عن بعض وبنرتبهم كلهم مرة واحدة، وده يخلص خلال 60 يوم.
لانه انت ما نقدرش نقول انه الانفصال حاجه جميله، هو احساس في الاول وفي الاخر بالفشل، وهو احساس مؤذي للطرفين، للراجل وللست بالمناسبه، ايا كان مين الطرف. صحيح. لكن في النهايه الطرفين بيبقى داخلين الجوازه كانوا عايزين يعمروا ويكملوا، اكيد ما حدش متجوز عشان يطلق. فاحنا ما بناخدش بالنا انه الصراعات الاسريه دي بيبقى مختلط بيها الاحساس بالغضب والاحساس بالفشل والاحباط مع الصراع على حقوق ماليه. ففي الحاله دي لما انا كل ما اطول واقعد في القضيه شهور وسنين، انا بعمل مزيد من الغضب ومزيد من الاحباط ومزيد من الاغال، بنسميه في القانون اغال في الخصومه. يعني احنا احيانا نقف قدام حالات نبقى مش عارفين يا جماعه انتوا واصلين ازاي لدرجه العداء دي. في يوم من الايام كان بينكم ميثاق غليظ وائتمنتوا بعض على بعض وبقى بينكم عيال، ازاي توصلوا للحاله من العداء الرهيبه دي؟ انا رايي ان جزء منه تاخير منظومه العداله واحساس كل طرف بالظلم لانه مش عارف يوصل لحقوقه. طب قولي لي يا دكتوره نهاد، هو احنا لما بنتكلم في وثيقه للزواج ووثيقه للطلاق زي ما اشار كده مشروع القانون، انه العقد شريعه المتعاقدين نتفق على كل حاجه في كل التفاصيل، هنعمل ايه؟ طب لو لا قدر الله بعد الانفصال متفقين على 1 2 3 4، يعني كلميني يعني ايه وثيقه للطلاق؟ بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا لما اتعملت وثيقه الزواج الجديده اللي بقى فيها صوره وبصمه للناس دي اتعملت سنه 99 من 23 سنه، كان المقترح ساعتها في التعديل ده انه يبقى فيها الشروط استرشاديه، لان انا مش كل الناس على نفس درجه الوعي، واحنا الدوله لازم تساعد الناس على تنظيم حياتها، في الوقت ده فكره الشروط الاسترشاديه اترفضت، يعني انك تحطي مثلا 7 8 10 شروط كده عامه والناس تحط جنب منها صح او غلط للي هي عايزاه او اللي مش عايزاه. اترفضت واتعملت الوثيقه الزواج اللي موجوده دلوقتي اللي فيها مربع فاضي اي حد يحط فيه. يجي المأذونين بقى من نفسهم كده ولا بيوعوا الناس ولا بيسالوهم يقوموا شاطين عليه بقلم. انا رايي احنا محتاجين نرجع ليه ده زي الكشف الطبي كده اللي كان احنا محتاجين نرجع للتصور الاصلي لوثيقه الزواج اللي هي يا جماعه واحنا لسه حبيبه كده واستني سايح على العسل ويعني هنبلع لبعض الزلط، خلينا نحط قواعد تبقى ايه ما هياش مدفوعه بفكره الغضب. يعني قواعد بقى ايه، والله لو اختلفنا ساعتها هتلاقيهم وهم لسه حلوين قوي ولو ابدا مش لا مش هنختلف ولو اختلفنا عندك عينيا ليك وعينيا ليكي فنلقطها اللقطه دي بقى ايوه نستثمر في المرحله اللي بيعطفوا ويلطفوا دي ونحط قواعد ضامنه للحقوق بشكل عادل. ما يبقاش في طرف بيدوس على الثاني فيها، الاثنين عايزين بعض، الاثنين بيراعوا بعض، الاثنين بيهتموا ببعض، فساعتها هتبصي تلاقي الدنيا اتظبطت. عشان كده انا رايي اننا نرجع لوثيقه الزواج اللي فيها شروط استرشاديه، واللي عايزها يعمل عليها علامه صح واللي مش عايزها ما يعملش. طيب وثيقه الطلاق بقى دي مهمه جدا. انت يا ابني يا حبيبي، يعني اول ايه في سوره المائده اوفوا بالعهود، ربنا هو اللي امرنا ان اللي عنده عقد ووعد واتفاق وكل شيء لازم يوفي بيه. طيب زي ما قال الرئيس كده، ما هو القواعد الدينيه والاخلاقيه ما ينفعش تفضل كده مبنيه على مش بالضمير مش بالنيه مش بالضمير صح. فانا يعني خلاص انت دخلت علاقه زواج فيها عقد، انهيها باحترام زي ما دخلتها باحترام صح. وبالتالي عقد الطلاق لازم يبقى موثق، ما ينفعش وعيب وما يصحش حتى قدام ربنا، تقف قدام ربنا تقول له الست اللي ائتمنتني على نفسها وعلى حياتها وعلى جسمها وعلى كل حاجه انا رميتها وكاني برمي منديل لمؤاخذه كلينكس في اي حته، عيب يعني. فالناس لازم تنهي العلاقات بطريقه محترمه لانه كمان يتبني عليها بقى الالتزامات التعاقديه اللي حطوها. ما هو برضه ما ينفعش راجل يهرب من الجوازه زي الاطفال اللي هو بيطلق غيابه عشان خايف يواجه. يعني هنا الناس لازم تتعلم ان هم كلنا كبار. طب ما ده يودينا لقصه المعايير او مين المؤهل للزواج، يعني مش بس الكشف الطبي لكن النفسي، الـ 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 القدره العقليه، تحمل المسؤوليه، المساله دي كمان زي ما اتكلم عنها الرئيس النهارده ويكون في لجنه برضو من الصحه ووزاره العدل، كل الجهات المعنيه تبقى برضو فاهمين مين اللي هيتجوز، او يعني ما يبقاش بس الجواز كده فكره وخلاص.
بصي، في تجربة في مصر بتطبق لفترة طويلة وأنا رأيي إنها جايبة نتائج إيجابية للي دخلوا فيها. هي تجربة الكورس ما قبل الزواج. الكورس ما قبل الزواج ده اللي بيوحد القيم عند الناس وبيخليهم فاهمين مسؤوليات الجواز، ومنها بقى يحصل خلال الكورس ده ياخد 15 شهر، ياخد قصدي 15 يوم أو شهر، يحصل خلال الكورس ده اللي هو اللي حضرتك بتقولي عليه كده، اللي هو الكشف الطبي المظبوط مش المضروب. وهنا الهدف منه مش اننا نقول الناس معيوبه، لكن الهدف منه ان في اشياء على بينه، نبقى على بينه بالعلم لا مش بس على بينه، انه بالعلم الحديث تقدري تتعاملي معاه. يعني مثلا في نوعين من المتزوجين مش ممكن يخلفوا من بعض، فصيلة دمهم وتركيبة الدم اللي تخليهم مش ممكن يخلفوا من بعض، لكن كل واحد لوحده لو اتجوز بيخلف. طب دي كانت زمان معضلة، النهارده لا، بتعالج. فهم هما الاثنين لو اخذوا علاجات استباقية زي اللي هو الاكتشاف المبكر علشان يبقى فيه علاج ناجح. بالظبط. فمن الكورس ده اللي هو لازم يتم انه يتعمل بشكل جاد جدا عشان حماية ولادنا وحماية مستقبلهم، من انه الناس يجي لها كثرة القلب وكثرة النفس والاحباط والفشل اللي بيحصل او بيرافق فكرة الانفصال. لا، ياخدوا الكورس ده وياخدوا كمان معاه العلاجات اذا احتاجوا علاجات. فالهدف مش ان انا اقول للناس احنا هنكشف عليكم عشان ما تتجوزوش عشان انتوا مش مؤهلين ولا مش ناضجين. لا، حتى لو مش مؤهلين ومش ناضجين تبقى فرصة اننا. طب نقطة اخيرة برضو عجبتنا قوي قوي النهاردة، يعني الحقيقة قصة انه نتجوز تخلف بسرعة من غير ما نكون اتأكدنا من بعض، فهمنا بعض اكتر، في يعني دي بقى انا يعني دي جت على الوجع يعني جدا. انا دايما بقيت اقول يا جماعة اتجوزوا اي وقت واي سن، يعني اللي عايز يوصل 18 سنة وده السن القانوني ويتجوز يتكل على الله يتجوز، اللي عايز يستنى لما يبقى عنده 38 سنة ويتجوز سواء ولاد او بنات اتجوزوا واتبسطوا واستمتعوا ببعض، بس والنبي ما تخلفوا. استنوا، اهدوا، اتعلموا ازاي تتعايشوا مع بعض الاول. والحقيقه في كتير من الشباب دلوقتي بقى يفكر يستنى سنتين، وفي بيستنى بالخمس سنين. لكن الاهالي بتضغط عليهم ضغط فظيع جدا. احنا كمجتمع بقى وكاهالي محتاجين اننا نعلم ولادنا اللي هي من فضلكم الحياة ما بقتش بالبساطة بتاعت زمان. زمان كانوا بيتجوزوا جنب قرايبهم وجنب أهاليهم ويشيلوا منهم العيال ويساعدوهم في مش عارفة إيه. دلوقتي كل واحد بيتجوز في حتة غير الثانية، غير بعيد عن أهله، والتزامات الحياة بقت أكثر تعقيد. فأنتوا محتاجين تفهموا بعض أكثر، تغيير نغير أكثر. الثقافة المجتمعية شوية، مش اتجوزنا هتخلف يلا نخلف، خلفنا طب مش هنخويه، ما بيلحقوش. لا بجد أنا بيصعب عليا الشباب، ما بيلحقوش حتى. يعني أما أقعد أتأمل كده، الشباب اللي في سن ابني أنا، أنت لسه متجوز وعايز تتبسط وعايز تاخد مراتك وتسافر وعايز وعايز وعايز، وهوب شهر ونص المدام بترجع وبقى عندك جدول متابعة عند الدكتور. فتلاقي الشباب الصغير الولاد يقول لك إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ وفجأة بقى في حجره عيل. وكتير جدا بتشوف حالات طلاق هو لأنه مش قادر يتعايش مع الحياة دي. طب البنت بقى ذنبها إيه إنها تخرج من جوازها وما استمتعتش بحاجة هو شهر ولا شهر ونص وهي كمان بترجع وجسمها بيتغير؟ ولما نسمع ان اكتر معدلات حالات الطلاق بتكون في السنة التانية من الجواز، فلو خلفنا بسرعة كده الولاد هم اللي هيدفعوا الثمن، ويحصل طبعا الاشكاليات الكتيرة بنتعامل معاها. يا دكتورة نهاد انا بشكرك شكرا جزيلا، مستنيينك ان شاء الله تنورينا. ملف مهم مع طبعا الحديث عن تماسك الاسرة المصرية، المجتمع المصري، فبالتالي قانون الاحوال الشخصية ده ليه كل الاولوية علشان طبعا المشاكل الكتيرة اللي بنتعامل معها. شكرا يا دكتورة. دكتورة نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.